شباب. احنا حبينا نعمل هالبطوله على الملعب الكبير ونجدد النشاط الرياضي على الملعب الكبير، ودعينا الانديه العريقه في المحرر ومشيت البطوله الحمد لله في هالظروف، وكانت نوعا ما جيده بما انه كان في انقطاع في البطولات الماضيه. مثل ما كنا شايفين بعد 6-7 شهور تهجير رجعنا وعملنا رياضه وبطوله المحافظه الاولى، ناس من الطيبين عملوا هاي البطوله حبي لنكسب هاي الناس ونرجع الفعاليات، انه احنا عم نوصل رساله للاسد رغم التهجير والقصف الهمج اللي علينا والشهداء والمعتقلين وكل شيء عم بيصير فينا، نحن صامدين وعم نلعب طابه وبدنا نطالع جيل ان شاء الله يكسب الحريه ويكسب المناطق المحرره ونرجع لمدينه معره نعمان ولجميع المدن المنكوبه. حاولنا نعيد الرياضه للمهجرين للاعبين المهجرين، شاركنا بهالبطوله يعني تحديات كانت كبيره، منها قله السيوله الماديه، منها اللاعبين انه كل لاعب ساكن بمنطقه بعيده عن الثاني، فكان هناك يعني تحدي كبير، الحمد لله قدرنا نتجاوزه بجهود الشباب بجهود الاداريين واللاعبين، ولعبنا بهالبطوله رغم التحديات وكانت مسيرتنا منيحة الحمد لله رب العالمين. خسرنا مرة وفزنا 4 مرات وتأهلنا على المباراة النهائية. جينا من دانا لنشجع فريق النادي النعمان الرياضي لأنه فريق يعني فريق العشق، فريق يعني ما بنحسن نتخلى عنه، وجاي من هنيك لهون لنتفرج على هاللعبة الحلوة إن شاء الله. بالنسبة لبطولة اللي أعلنت عنها فريق المحافظة، بطولة قوية بتضم أفضل فرق المحرر، وبرغم هالشيء يعني الفرق اللي ما عندها لعيبه جابت لعيبه دعمت فرقها، لذلك الفرق اللي شاركت في البطوله كلها فرق قويه. هي اول شغله. ثاني شغله يعني اليوم بالنسبه لكره القدم بالمحرر يعني محصوره بمجال ملعب السداسي، وهي اول بطوله على ملعب الكبير، والحمد لله من فضل الله نجحت وصلنا للمباراه النهائيه نحن وفريق المعره. فريق المعره التقينا معه بالدور الاول وربحنا 4-0، بس فريق كويس يحترم، ونحن كنا متوقعين نلعب معه مباراه نهائيه وفعلا وصل معنا المباراه النهائيه، والحمد لله ان شاء الله تطلع مباراه كويسه وتسعد هالجماهير الموجوده بالملعب وجمهور كبير غفير مثل ما نكون شايفين حضران المباراة، لأنه اليوم كرة القدم هي المنفذ الوحيد لهالشعب الموجود في المحرر. يعني شايفين كان في ضغط نفسي كثير على العالم والعالم متوترة، ما حد يحسن يصير تجمعات مراكز، يعني الوضع كان كثير صعب. الحمد لله اليوم صار في شوية طمأنينة، شوية رياحية، العالم عم تطلع وبتتحرك والحمد لله إن شاء الله البطولة تسعد هالجماهير كلها الموجودة.